لعيبه صحيح. ربنا يبقى التوفيق على حاله اللعيب يوم المباراه. التوفيق هي دي اهم حاجه بالظبط. هي ده اللي احنا بنتكلم فيه ان فاركو على في الجدول لما تبص لترتيب فاركو هتجد ان هو متراجع جدا. ولكن فاركو اللي هيلاعبنا يوم الجمعه ده هتقول لسه على البطوله بالظبط. هو يعني دايما خلي بالك الفرقه دي ازاي في المركز ده في جدول الترتيب. معظم الانديه حتى الانديه الكبيره دايما عندها مباراه النادي الاهلي بتنتظر مباراه الاهلي طبعا في من الموسم للموسم حتى اللعيبه نفسها لان عارفه ان اكتر مباراه متشافه بيلعبوا امام اكبر نادي. خلي بالك يا احمد والله مش عشان احنا في قناه النادي الاهلي او احنا بننتمي للنادي الاهلي ولكن النادي الاهلي السنوات الاخيره راح لحته زي ما كابتن عماد دلوقتي كان بيتكلم عن ان النادي الاهلي منظومه تشبه المنظومات العالميه. لا هو النادي الاهلي كمان على مستوى المردود او يعني الترافيك اللي موجود حوالين النادي الاهلي اسم النادي الاهلي فيه بقى متردد ومتداول على منصات عالميه ورياضيه كبيره جدا. ما كانش الكلام ده موجود لسه من 10 سنين مثلا. كان النادي الاهلي بيعمل مباراه وديه مع ريال مدريد في احتفاليه او بنفيكا او روما او فكانت الموضوع بياخد صدى شويه. لكن من وقت ما النادي الاهلي بدا يلاعب الانديه العالميه ويلاعب بايرن ميونخ ويلاعب ريال مدريد بس انا عايز اقول لك حاجه طول عمر الاهلي يعني ده مش جديد. هو زاد شويه زاد بقى زاد شويه في الفتره الاخيره لكنه طول عمره الحقيقه يعني لا دي حقيقه. انا بتكلم ان التداول ان وسائل الصحف يعني انت بتفتكر في فتره مثلا في بدايه الالفيه كان الاهلي والميلان زي ما بنتكلم على الاهلي والريال دلوقتي كان الاهلي والميلان ماشيين تاتا تاتو كان الميلان هو الاكثر تتويجا بالبطولات العالميه واليوم اللي تخطى في القاريه سوري واليوم اللي تخطى فيه النادي الاهلي برضو لو بصيت على الصحف العالميه كنت بشوف امبارح مثلا مشوار الاهلي في السوبر الافريقي فلقيت الصحف الايطاليه الكلام ده في 2006 و2007 و2008 الصحف الايطاليه بتتكلم على انه الاهلي يتربع على عرش البطولات القاريه والميلان يتراجع مثلا يعني فهي قصه طول عمرها مش جديده علينا يعني. هي انا بتكلم ان انت بقى من بعد ما دخلت كمان في تحديات مباشره مع انديه عالميه يعني النادي الاهلي بيواجه بايرن ميونخ في مواجهه رسميه الكلام ده ما كانش موجود قبل كده. النادي الاهلي بيواجه ريال مدريد فمنصات السوشيال ميديا بتاعت ريال مدريد والصحف الاسبانيه بتتكلم عن مواجهه الاهلي. الاهلي بتصدر عناوين الصحافه الرياضيه الاسبانيه والصحافه الرياضيه الالمانيه بالتالي كل منصات السوشيال ميديا العالميه كله بيتناقل اخبار وتدريبات النادي الاهلي اللي هو بيستعد لمواجهه الكبار او كبار اوروبا. الكلام ده ما كانش موجود. صحيح. اقصد اقول لك ان النادي الاهلي زي ما كابتن عماد بيتكلم ان النادي الاهلي منظومه تشبه المنظومات الاوروبيه ولكن داخل بقى المنظومه الاكبر هي اللي يجب عليها ان هي تواكب التطور اللي موجود والحاصل علشان تقدر تستفيد من اسم زي اسم النادي الاهلي موجود في الكره المصريه. احنا عايزين بس نراجع مع بعض كده أجندة الكرة المصرية. سيبكم من تغيير النظام لأنه واضح أنه ما فيش رغبة أو ما فيش نية أو ما فيش إرادة مش عارف إيه السبب لكن واضح أن إحنا ممكن عايزين بس مش عارفين يعني مش عارفين إزاي ده يحصل. لكن أنا أتمنى بس أن إحنا بعين التقدير واحترام اسم منتخب مصر نبص على أجندة الكرة المصرية من هنا لغاية كأس العالم 2026 ونحاول نحط خريطة لأنه المشوار صعب وهيأثر على مشوار المنتخب سواء في التصفيات او في امم افريقيا اللي جايه او في كاس العالم ان شاء الله لو قدر لنا ان احنا نشترك فيها. الاجنده تكاد تكون مستحيله ولابد من حلول مبتكره حلول حقيقيه قابله للتطبيق تصلح لانها تطبق على ارض الواقع وما تضرش بمصالح كل الاطراف سواء كنت بتكلم على انديه جهاز فني المنتخب وطني ومنتخب وطني او اتحاد كره او رعاه. الموضوع محتاج إعادة نظرة لأن الموسم اللي جاي كارثي بكل المقاييس وتأثيره على الكل يعني كل هيدفع ثمن الفاتورة. الأندية هتدفع، اللعيبة هتدفع، منتخب مصر هيدفع، الجهاز الفني هيدفع، اتحاد الكرة هيدفع، رابطة الأندية هتدفع، والجمهور بالتأكيد قبل كل دول مش محتاجين نقول إنه هيدفع ثمن كبير جدا، نتمنى إن احنا ما ندفعوش، بس ما لم يتم التحضير للأجندة بتاعت الكرة المصرية من خلاص احنا كتب علينا ان احنا داخلين في نفس المنظومه العشوائيه لغايه الموسم ده ما يخلص، من بعد انتهاء الموسم ده لغايه باذن الله ان شاء الله مشاركه مصر في كاس العالم لازم يكون في خريطه متفق عليها ثابته غير قابله للتغيير واضحه لجميع الاطراف قبل الدخول في اي بطولات او استحداث اي بطولات جديده.